نعود إلى الأستاذ حاتم بكار. طبعا نفس السؤال الذي سبق وطرحته، شروط المحاكمة العادلة وحقوق الأشخاص الذين ينظر القضاء في قضاياهم في ظل محاكمات عن بعد. أستاذ إيمان معدير عن القطاع، الفكرة بسيطة، الفكرة كيف ما قلت لك والسادة المشاهدين من خلالك مطلوبة ومحمودة قبل أزمة كورونا، وكتطلبها كافة مكونات العدالة، مرفق القضاء كله بكافة مكوناته. السؤال اللي كيتطرح الآن عند واحد الفئة من الناس، هل فعلا تحقق ضمانات المحاكمة العادلة؟ هل تتوفر فيها الشروط؟ أقل ما يقال أن هاد الناس لهم الحق في مناقشة هذه المسألة، لأنها مسألة إجرائية ومسطرية صرفة، وهي من قبيل الدفاع عن دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون، والدفاع عن حقوق الناس من خلال السلطة القضائية التي تبت في الحريات وتبت في الأعراض وتبت في المصائر. إذن من باب الهاجس الذي يروم استقرار المعاملات في المجتمع وتحقيق الأمن القضائي، ينبغي أن نطرح السؤال. فهناك شعبة تقول بأن لا يمكن لقرار مثل هذا أن يتجاوز قانونا موجودا، فالنقاش من هذا الباب هو نقاش تشريعي، نقاش فقهي قانوني، وقد يكون لهم الحق في ذلك، من منطلق أن هذا النوع من القرارات ينبغي أن يسبقها تشريع واضح يوضح الصلاحيات والاختصاصات. واضح. الفكرة محمودة ومطلوبة وتقرب المسافات وتحقق العدالة. هذا ما أكد عليه وزير العدل اليوم، الذي قال بأن الأمور تحتاج إلى طبعا تدخل تشريعي. في جملة أستاذ حاتم بكار، هاجس الأمن المعلوماتي كذلك هو مطروح. بطبيعة الحال سرية الجلسات، من له صفة التثبت من هوية المعتقل؟ هل هو رئيس الجلسة أم كاتب الضبط؟ إذا شكون اللي عنده الصفة؟ وهل تجوز ويجوز تفويض هذه الصلاحية إلى كاتب الضبط حتى ينتقل إلى المركب السجني ليتثبت من هوية المتابعين؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. إذا ما أردت أنا كدفاع أن أطعن في هذا القرار، هل لي الصلاحية؟ ذلك؟ نعم. هل تتوفر لي هذه الصلاحية؟ إن طعنت هل ستتوقف المسطرة إلى حين البت في القرار؟ ما هو الأجل؟ هل لي أنا الصلاحية لأن أطالب بمحكمة رقمية أم للمتهم أم للمطالب بالحق المدني؟ هذه أسئلة أؤكد على صدقية هذه المسألة وأهميتها، لكن ينبغي أن نراعي الجزئيات. أختم بجملة بسيطة، جملة أقل من جملة. قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 832 على 2019 صادر في يناير 2020، أكد على أجازة تجاوز على المبادرة الفردية والمبادرة الحرة مقابل الحفاظ على البيئة التي تعتبر تراث ومكتسب إنساني. إذن يمكن أن نضحي بمصلحة خاصة مقابل إعلاء مصلحة عامة، يستقر المعاملات والحفاظ على الصحة. شكرا لك أستاذ حاتم بكار، المحامي بهيئة القنيطرة.